حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومن واجهة المجاز المائية سننتقل إلى مركز إكسبو الشارقة الذي يحتضن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر في نسخته السادسة، حيث يتواجد هناك أبرز وأهم المصورين المحترفين والهواة، كذلك هذه المنصة التكاملية لعرض أحدث وأبرز وأفضل الصور الفوتوغرافية وأحدث التقنيات المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي. سنتعرف على كذلك جديد هذا اليوم في هذه الفعالية المهمة من زميلتنا شهد مهند التي سننتقل إليها في هذه اللحظات. مساء الخير يا شهد. أمسي عليكم بالخير مشاهدينا، ومن هنا من قلب الحدث من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر الذي يطل علينا بنسخة مميزة وفريدة وتحمل العديد من القصص والعديد من الحكايات التي تختزل في صور المصورين المشاركين في هذه النسخة. الحقيقة التجول في هذا المكان يحمل العديد من الثقافة، العديد من التجارب اللي يجب أن نطلع عليها و يعني نقارن بينها وبين ما نمر به في حياتنا وفي واقعنا. فهناك الكثير من القصص التي تروى من خلال إطار صورة واحدة، العديد من الكلمات تقال من خلال هذه الصورة التي التقطها لنا المصورين المشاركين في هذه النسخة. حقيقة حبينا نسلط الضوء على أحد المعارض الموجودة في إكسبوجر هذه السنة، وهو معرض الصبر العظيم للمصور عمر هافانا. بناخذ جولة سريعة في هذا المعرض، نتعرف على هذه الصور وما حكايتها وما قصتها. معرض الصبر العظيم في إكسبوجر، طبعا هذا المعرض يدل أو تحمل قصته الزلزال الذي ضرب النيبال تقريبا في شهر أبريل عام 2015، فبالتالي يعني حدث دمار كبير جدا بالنسبة لسكان هذا البلد. هذا الزلزال يعني ضرب النيبال مثل ما بلغنا، وبلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر تقريبا، وهو أصلا كان امتداد لزلزال آخر وهائل جدا وقع قبل أكثر من 80 سنة ودمر تماماً نحو ربع مساحة كاتماندو، وأيضاً أدى إلى مقتل أكثر من 17,000 شخص. فبالتالي هذا الحدث الكبير وهذه المأساة اللي حدثت في نيبال، حب المصور عمر هافانا أنه يلتقطها خلال هذا المعرض. حقيقة التصوير الصحفي من أصعب المجالات ضمن التصوير الفوتوغرافي، فبالتالي هي مأساة، أنت تروي مأساة خلال عدستك وخلال نظرتك لهذا الأمر وهذه القصة. مثل ما شاهدنا مشاهدينا عبر عدستنا، وصلنا لكم بعض من اللقطات التي تم تصويرها من قبل المصور عمر هافانا ومعرض المشارك في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر بعنوان الصبر العظيم. نعود إلى الزملاء في الاستوديو.